يقول: مسجد نصلي فيه، في مدخله قبر، أي عند باب المسجد، وقد تم تسوية القبر على الأرض، والميت ما زال تحت الأرض، علما بأن مكان القبر غير مبجل، ما الحكم في ذلك؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ولو كان القبر مسوى وليس مبني عليه ولا مرتفع، لا يجوز صلاة في مسجد فيه قبر أو صلاة عند القبر ولو في الصحراء، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي صلى عندها، وأخبر ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم.